قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلك كل الأخبار العاجلة والحصرية من قناتنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل اللجنة العليا للصحة والسلامة يكون الحظر الجزئي من الساعة 5 عصرا إلى الساعة 5 صباحا في الأيام القادمة. أما بالنسبة إلى أيام عيد الفطر المبارك فيكون فرض حظر التجوال شامل وكلي خلال أيام عيد الفطر المبارك.